السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة، ونسلط الضوء فيها على استمرار العدوان الصهيوني على القطاع جوا وبرا، والصغارات المكثفة تستهدف هدم المنازل على رؤوس ساكنيها وحالات إعدام أثناء اقتحام المناطق السكنية. يأتي هذا في وقت قالت فيه كتائب والقسام إنها تخوض معارك ضارية ضد الاحتلال في خان يونس وحي الشجاعية وتكبده خسائر كبيرة، في حين يشير خبراء إلى أن تراجع إيران عن تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري بشأن دوافع معركة طوفان الأقصى يشكل ضربة مهينة لطهران التي لم تدعم حماس بالقدر الكافي منذ 83 يوما من العدوان. وينضم إلينا في هذه التغطية عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة دكتور ماجد الزبيدي، كما ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث والخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، وعبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. لعلي إذا فاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن في سياق تغطيتنا المستمرة لما يجري من أحداث في قطاع غزة وهذا العدوان في يومه 83، نبتدأ في هذه التغطية مع العميد عبد الله الأسعد. حياكم الله عميد عبد الله. أهلا بك عميد عبد الله. يعني الاحتلال كما تعلم يعترف بمقتل أكثر من 500 ضابط وجندي له منذ بدء معركة طوفان الأقصى، ما الذي تعنيه هذه الحصيلة؟ وهل يعني بالنسبة للاحتلال هل هذه الحصيلة تشمل جميع القتلى أم الإسرائيليين فقط وهو لا يحتسب المرتزقة؟ طيب عميد أسعد، يعني يبدو أنه هناك خلل في الآن أسمعك، تفضل. أحييك وأحيي السادة المشاهدين وضيوف الكرام. يعني في الواقع بعد 80 يوم من هذه المعركة، إذا ما قارنا نسبة خسائر البشرية وأيضا العتاد المدرع والمزنجر والسيار والعربات وغير ذلك، طبعا هي خسائر كبيرة جدا، تدل على وجود حتى الآن وجود أكثر من 80% من القدرة القتالية للفصائل الفلسطينية المتواجدة في ساحات المعارك، في معظم المخيمات في غزة وفي الشجاعية وخان يونس ودير بلح وإلى غير ذلك من نقاط الاشتباك. نجد بأن هذا العدد من الخسائر يدل على أنه هناك قدرة قتالية للفصائل الفلسطينية لا زالت تحتفظ بها. وإن نسبة الإبطال التدميري بالنسبة للقوات الجوية والمدفعية والصواريخ والراجمات وغير ذلك التي تقوم بها قوات الكيان الصهيوني غير مجدية نهائيا، ولم تفعل أي شيء من موضوع يعني التأثير على القدرة الدفاعية لهؤلاء المقاتلين الذين يعملون على الأراضي ضمن نقاط الدفاع. وأنا يعني لا أسميها نقاط دفاع، لأن حتى الآن الاستطلاع الإسرائيلي وقوى الاستخبارات الموجودة في إسرائيل لم تستطيع حتى هذه اللحظة من أن يعني تؤثر أو تستطيع أن تلتقط أين هي بؤر المقاومة وأين هي نقاط التأثير وأين هي مصادر النيران للتأثير عليها. ولم يستطيع حتى ضباط الارتباط يعني من البت في موضوع المصادر الحية والنقاط الوهمية والنقاط الحقيقية والنقاط التضليلية التي يعمل عليها الكثير من الفصائل على هذا المنوال. فتكررت عدة محاولات والتي سقط فيها الكثير من الضباط وصف الضباط. طبعا يعني هذا العدد طبعا يشمل الجميع، يشمل الضباط وصف الضباط وجنود وكل
وكل ذلك. طبعا ربما يكون هذا الرقم غير حقيقي، ربما يكون اكبر من ذلك، ولكن هذا يعني هذا الذي حصل عليه، طبعا حصلنا عليه من خلال التلفزيون ومنصات التواصل. هذا يعني شيء يدل سنواصل على معك. نعم سنواصل معك عميد عبد الله، ولكن اسمح لي بالخروج إلى هذا الفاصل مشاهدينا، هذا الفاصل ثم نعود إليكم من جديد. أهلا بكم من جديد مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للعدوان على غزة في يومه 83. إذن في هذه التغطية أتوجه بالسؤال هنا للدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا دكتور جاسم. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور جاسم. يعني الحرس الثوري الإيراني كما تعلم ينفي مزاعم المتحدث باسمه رمضان شريف، والتي أكد خلالها أن معركة طوفان الأقصى كانت ثأرا لمقتل قاسم سليماني، ويؤكد الحرس الثوري مرة أخرى أن أو تنافيا لما جاء على لسان المتحدث باسمه أن هذه المعركة هي فلسطينية خالصة، وتأتي ردا على هذا العدوان الصهيوني المستمر منذ أعوام كثيرة. بداية، ما الذي يعنيه لك هذا الاعتراف؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك وللمتابعين الكرام ولضيفك الكريم. لا شك أن المقاومة الفلسطينية هي أقدم من الثورة الإيرانية التي جاءت إلى الحكم في عام 1979، وبالتالي نحن نتحدث عن مسيرة عريقة من النظام الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. القضية لا علاقة لها ب يعني الترابط مع إيران. ربما هنالك بعض الدعم الإيراني لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك، لكن هذا لا يعني أن المقاومة في فلسطين تأتمر بأوامر خارجية. وعليه أتصور أن القيادة الإيرانية وجدت نفسها في موقف محرج بسبب هذا التصريح، وسارعت إلى نفي هذا الأمر، لأنه لا يمكن عقلا وواقعا القبول بهذا الأمر. القبول بهذا الأمر أعتقد أنه سيغرب التاريخ الطويل والعريض للمقاومة الفلسطينية، وربما ضغط عليهم من قبل يعني أصدقاء لهم بأن يسحبوا هذا الاعتراف. هذا من جانب، ومن جانب آخر لا تريد إيران كما هو الحال منذ أن بدأت المعركة في 7 أكتوبر وحتى اليوم، لا تريد أن تكون في المواجهة. هي تبرأت من كل الفصائل في العراق ولبنان واليمن وغيرها، وبالتالي هي ربما حينما تتبنى بين هلالين مثل هكذا طروحات، هذا يعني أنها تكون طرفا فاعلا. ولكن مسارعة، نعم دكتور جاسم، يعني ولكن مسارعة المقاومة الفلسطينية إلى نفي تلك المزاعم التي جاءت على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري، ألا يشي بأن المقاومة لن تسمح لأحد بسرقة منجزاتها العسكرية حتى ولو كانت إيران وميليشياتها؟ ولماذا إيران سيدي الكريم؟ هل إيران هي يعني متميزة عن غيرها من الدول في علاقتها مع المقاومة؟ يعني هذه قضية علاقة المقاومة مع إيران. يعني دول، وأنا أتحدث هنا على سبيل المثال على منصة إكس أو تويتر، مساحات تفتح وهي تندد بعلاقة المقاومة الفلسطينية بإيران، وفي ذات الوقت نجد أن القائمين على مساحات من دول تمتلك علاقات متميزة مع إيران. المقاومة في فلسطين هي يمكن أن نقول عنها هي مشروع دولة، أو هي شبه دولة، أو هم قيادات لدولة مرتقبة،
ومن حقهم في هذه الحالة أن تكون لهم علاقات مع أي طرف يمكن أن يخدم قضيتهم، سواء كانت إيران أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أنا أستغرب من قضية يعني لصق العيب بين هلالين على المقاومة في علاقتها مع إيران، وقبول ذات الدول التي تعيب على المقاومة بعلاقات مع إيران. إذن هم يريدون حجة أن يتحدثوا أو يطعنوا بالمقاومة من أجل إجهاض هذا المشروع. أظن أن المقاومة الفلسطينية لا تلتفت لهذا الأمر، وهي يوما بعد يوم تثبت للجميع أنها قادرة يعني بمفردها على المناورة مع العدو. كما تعلم جنابك أن الذين ينفذون عمليات في غزة وغير غزة هم من الفلسطينيين، والشهداء من الفلسطينيين، والجرحى من الفلسطينيين، أكثر من 21 ألف شهيد من الفلسطينيين، أكثر من 55 ألف جريح من الفلسطينيين، قرابة 2 مليون مهجر من الفلسطينيين. لماذا يحاولون نكران هذه الفاتورة الباهظة من التضحيات الفلسطينية والذهاب إلى يعني ركن يعني عفوا من العبارة ركن خبيث، ويحاولون من خلاله الطعن بالمقاومة؟ أظن أن المقاومة لديها مشروعها ولديها طريقها السائر عليه، ولا تلتفت لمثل هكذا حتى تصاريح من الحرس الثوري أو غيره. نعم دكتور ماجد، أهلا بك بداية. دكتور ماجد المستشار السابق في الأمم المتحدة، مسارعة المقاومة الفلسطينية إلى النفي أن عملية طوفان الأقصى كانت ثأرا لمقتل قاسم سليماني، هذا النفي إلى أي مدى يؤكد أمام الأمم المتحدة على الأقل أن حركة حماس هي حركة مقاومة فلسطينية ضمنتها الشرائع الأممية والاتفاقات الأممية كحركة أو كحق في مقاومة أي احتلال؟ مساء الخير لك وللزميل الأستاذ جاسم ولكل المشاهدين، حياكم لقناتكم العتيدة. الواقع أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقاومة عربية مستقلة، مقاومة فلسطينية عربية مستقلة تصنع أسلحتها ضمن خبرتها الطويلة على مدى أكثر من ربع قرن، ثم أن عديد من الدول والحكومات تحاول أن تسرق الآن هذا الصمود العجيب الأسطوري الذي هو نادر وفريد على مدى التاريخ المعاصر. والواقع أن إيران دولة بعيدة عن منطقة قطاع غزة، وبالتالي لم يكن صحيحا أبدا أن هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الهجوم المبارك والمتميز والذي أشغل حتى البنتاغون، ما يزال حتى هذه اللحظة يحلل هذا الهجوم العجيب الغريب البطولي. الواقع أن هجوم السابع من أكتوبر المبارك والعظيم ليس له علاقة بمقتل الجنرال الإيراني على الإطلاق، ولم يكن بالتشاور مع إيران أو غيرها، بل أن معظم فصائل قطاع غزة لم يكن لها علم بالهجوم إلا بعد نصف ساعة، وهذا كلام هو تصريح مشهود وموثق، لم يكن أحد يعلم سوى قائد ميداني واحد حتى من سرايا القدس. فبالتالي هي خطة عسكرية سرية تمت بالخطابات الشفوية والورقية، ولم تكن نعم أبدا وحتى عبر التكنولوجيا المعاصرة. حتى أن البعض ذهب إلى أن أكبر دليل على أن إيران لا علاقة لها بأنها لو كانت على علم بإطلاق هذه العملية لما حدثت بالأساس. دائما السر إذا خرج من اثنين لم يعد سرا. المقاومة حريصة ولديها جهاز أمني ذكي جدا، ويقوده رجل جلس قرابة ربع قرن في السجون الإسرائيلية ويتقن البحث والدراسات باللغة العبرية ذاتها. نعم طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى العميد عبد الله الأسعد. عميد عبد الله، يعني هذا الكم من يعني القوة ولربما العمل الاستخباراتي لدى المقاومة الفلسطينية الذي تحدى يعني أعتى
أجهزة الاستخبارات في العالم وهو الشباك وغيرها، يعني وإلى الآن لم تصل الأجهزة الاستخباراتية سواء الأمريكية أو حتى الدولية والإسرائيلية إلى المفاصل الهامة التي تعمل ضمنها المقاومة الفلسطينية. إلى ماذا يدل؟ يعني ما الذي اعتمد عليه المقاومون الفلسطينيون حتى وصلوا إلى هذا القدر من الكفاءة؟ يعني بداية قبل أن نبدأ بأي الإجابة على فحوى السؤال، في الواقع يعني الاستخبارات الفلسطينية والاستطلاع الفلسطيني هو أكبر من كل استخبارات المنطقة، ولديه يعني هدف موحد ومركز ألا هو يعني الخوض في عمق الكيان الصهيوني. وفعلا فاق كل شيء، فاق الشابات، أجهزة الشابات التي تهتم إذا التقى يعني عبارة عن فنانين عرب مع بعضهم البعض يخافون من الوحدة العربية. أحيانا يعني رئيس الشباك يستيقظ رئيس الوزراء ليلا من أجل أن يخبره بأن هناك شيء طارئ حدث بين العرب في بعضهم البعض. لماذا استطاعت طبعا يعني هذه الاستخبارات والاستطلاع الثبات حتى الآن والمقدرة؟ هو أول شغلة هو السرية والتمويه الكبير جدا. يعني جهاز الاستخبارات هذا الذي مثلا يعني نريد أن نقول أنه يعتبر بعمرة إيران أو حزب الله أو غير ذلك، لا بالتأكيد أنا أضم صوتي لصوت السيد ماجد والأخ جاسم بالكامل. يعني الاستخبارات الفلسطينية طبعا لا تعتبر بأمرة أحد، وليس بأمرة إيران ولا حزب الله. وأتوقع لو كانت تأتمر بأمرة إيران لكان الأمر أصبح لدى إسرائيل فورا، لأن لا فرق بين إيران وبين إسرائيل يعني. والخوف يعني في هذا الموضوع أيضا أريد أن أعرج على موضوع الخوف من الإيديولوجية. يعني الآن الرأي العربي بالكامل، الرأي العربي والعالمي والإقليمي بالكامل مع يعني مع مشكلة أو مع قضية غزة ومع قضية فلسطين بالكامل. يعني أما يعني هناك بعض مثلا الرتوشات او الاصوات مثلا من صوت مثلا هنا، يعني لا اتهجم على احد، وانما راينا من خلال مثلا تصريح اسامه حمدان بانه يعني يعزي ايران بمقتل رضا الذي قتل في دمشق، وهذا طبعا هو جرح لشعور كل سوري قام بالثوره السوريه بان هذا الشخص طبعا قاتل، وقاتل كما هو قاتل نتنياهو في قاتل أطفال سوريا كما نتنياهو قاتل أطفال فلسطين. فهذا أخشى أن يغير إيديولوجية الثورة والثوار والعرب. يعني هناك نعم، يعني هناك عميد عبد الله، هناك من يبرر أن هذا يعني الاتفاقيات لربما اتفاقيات مصلحية وليست في العقيدة العسكرية بجميع الأحوال. لا أبدا أبدا. نعم. هذا الموضوع هل 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 لدى أي شخص سوري يعني قدرة أن يعزي نتنياهو بالقتل بفلسطين؟ كل السوريين الذين هم ضد إيران وضد الاحتلال الإيراني لا يمكن، وضد إسرائيل لا يمكن أن يقولوا يوما بأنه رحم الله شهداء إسرائيل مثلا. طيب. هذا بعيد عن السوريين بالكامل. يعني أكمل موضوع الاستخبارات الفلسطينية. تفضل. والاستطلاع طبعا، الاستطلاع والاستخبارات طبعا هي يعني لديها علاقة كما هي في السلم لديها في الحرب. هي قادرة بشكل كبير جدا، وهذا يعني ما انعكس على العمليات الدفاعية بالكامل، معرفة نقاط الضعف لدى الكيان الصهيوني. في 7 أكتوبر عندما قامت هذه القوات باختراق الحواجز، هي درست نقاط الضعف والقوة لدى الحواجز. يعني لديها قوة أكبر من المخابرات دول كبرى في تحديد النقاط الهامة التي يجب الابتعاد عنها، ونقاط الضعف التي يجب أن يتجاوزوها أو يدخلوا من خلالها. الآن اكتشفت إسرائيل بأن هناك كليات عسكرية، هذه الكليات العسكرية هي تدرب ضباط، تدرب صف ضباط، تدرب جنود، كلهم حسب اختصاصه يعني في كل المجالات سواء في أين تقصد في القطاع؟ تفضل. تقصد في القطاع كليات عسكرية؟ نعم في القطاع. في القطاع هناك كليات عسكرية، هناك منشآت، هناك اختصاصيين يقوم بالتدريب تكتيكي، تدريب أسلحة، تدريب ذخائر، تدريب معرفة العدو. يعني في كل جيوش العالم هناك مادة تدرس اسمها الجيوش الأجنبية. هذه المادة الجيوش الأجنبية تعلمك
ما هو يعني العدو المقابل لك والذي يعرف يعني نحن نتحدث هنا كما تعلم عميد يعني عن قطاع محاصر منذ عدد من الأعوام وعين إسرائيل يعني لا ترتفع عنها. هنا تكمن القدرة والقوة والسرية. يعني أساساً القدرة العسكرية أو نظام القتال في كل جيش العالم يعتمد على السرية. هناك شيء اسمه أمن المعلومات، أمن المنشآت، أمن الوسائط، أمن الأفراد، أمن كل شيء، أمن البريد، أمن كل شيء. هذا الموضوع يعني في ظل محاصرة كبيرة جدا، هنا تكمن القوة بأن هذه الاستخبارات استطاعت أن تخفي على العدو الجانب القوي والجانب الهام في عملياتها الاستطلاعية وعملياتها الاستخبارية في الواقع. لذلك يعني ما تتفضل به حضرتك فعلا أنه في ظل هذا الحصار الكبير جدا ظهر لدينا اختصاصيين، ظهر لدينا أكاديميين، ظهر لدينا يعني أقول لك مثلا أيضا تحدث ضيفك الكريم أستاذ ماجد بالواقع أنه المقاومة وأستاذ جاسم بأن المقاومة أقدم من الثورة الإسلامية التي نشأت فيها الجمهورية الإسلامية. نعم، أين هم من أبو خليل جهاد المهندس الأساسي الذي طبعا تم تهجيره وأبعاده إلى تونس طبعا بفضل تعامل وخيانة البعض يعني الذين سموا نفسهم دفاعا عن الثورة ودخلوا وطردوا الفدائيين من جنوب لبنان واحتلوا مكانهم، وكل يعرف من هم طبعا ومن يديرهم. هؤلاء لا يكونوا يوما أصدقاء للشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني هو أقوى من كل ما يقال ويفسر ويحكى بأنه انتقاما لمقتل شخص أو مقتل إنسان نافق. هذا الكلام هو الوقائع تشير إلى أن القوى الفلسطينية هي أقوى من كل ما هو تحدث. طيب دكتور جاسم، يعني في ظل تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، هل كانت إيران برأيك على قدر من المسؤولية و يعني الدفاع عن حركة المقاومة الفلسطينية، خاصة بما واجهته من تحديات وقصف من قبل يعني هذا العدو الصهيوني، أم أن الأمر يعني كان لا يعدو الجعجعة فقط؟ يعني أنا ذكرت في يعني المحور الأول أو يعني الإجابة الأولى أن إيران تبرأت من حتى الفصائل العراقية، وهذا شيء حقيقة يعني غريب. كان ممكن أن تتبرأ من المقاومة الفلسطينية، هذا ممكن، أما أن تتبرأ وتنفي أي علاقة لها بالهجمات اللي نفذها حزب الله اللبناني وأيضا الحوثيين وأيضا ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، هذا هو الأمر الذي يعني يفترض أن يقف عنده كل من يقول أن إيران يعني تريد تحرير القدس وأن إيران جادة في هذا الأمر. وذكرنا أن الشهداء هم من الفلسطينيين والجرحى من الفلسطينيين والمهجرين من الفلسطينيين، وعليه يعتقد أنه هذه مجرد يعني سعي إيراني لبيان أنها داعمة للقضية الفلسطينية. أعتقد أنه من يريد أن يقف مع الفلسطينيين الطريق سالكة، هنالك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها يعني قطع الإمدادات عن الكيان الصهيوني، وبالتالي فرض حصار على الكيان الصهيوني على الأقل عن طريق البحر. أما الحصار والهجوم عن طريق الإعلام فهذا الأمر لم يعد يعني ينطلي على أي متابع، وحتى بما فيهم المواطن الإيراني لم تعد تنطلي عليه مثل هذه الأمور. غزة منذ عام 2006 منذ أن فازت حماس في الانتخابات وهي تعاني من مؤامرات داخلية وخارجية. الحديث اليوم أن هنالك يعني الكثير من المتصهينين يريدون إنهاء غزة وليس يعني إنهاء إسرائيل، يريدون القضاء على حماس، لأنهم يقولون إنه إن بقيت حماس فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب. واليوم ظهر حقيقة استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية،
بالتعاون مع مؤسسة إيدنهاور، أكد أنه وهو طبعا النتائج مالته أظهرت في يعني ظهرت في 13 ديسمبر، وحبيت أذكره بهذه المناسبة. أكدت أن 72% من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يرون أن قرار حماس أو المقاومة عموما بالهجوم وإطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كان قرارا صائبا. وأيضا يرون أن 62% من الفلسطينيين أن حماس أو المقاومة ستخرج منتصرة من هذه المعركة، وتوقع 72% منهم أن حماس ستعود ثانية إلى حكم القطاع، على الرغم من نية إسرائيل والمتصهينين في القضاء على حماس من قطاع غزة. إذن القضية يعني لا علاقة لإيران بالموضوع، الموضوع فلسطيني بحت، المقاومة فلسطينية، الدماء فلسطينية، التضحيات فلسطينية، البطولة فلسطينية، الرجولة فلسطينية، النساء الفلسطينيات طرزن أروع ملاحم الصبر والثبات في الميدان. كيف يمكن أن نأتي بهذا الطرف أو ذاك لنجعله يتباهى بالنصر؟ النصر فلسطيني سطر بأيادي فلسطينية، وبالتالي هذه هي الحقيقة، يرضى من يرضى ويأبى من يأبى. إذن أعتقد أن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هم وحدهم يملكون الحق في أن يقولوا كلمتهم في هذا المضمار. نعم، إذن اسمحوا لنا ضيوفنا الأكارم أن نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد. إذن متابعة لهذه التغطية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أتوجه بالسؤال هنا إلى الدكتور ماجد الزبيدي. دكتور ماجد، يعني وكالة الأنروا تؤكد أن أمر الإخلاء الصهيوني لوسط قطاع غزة يتسبب بتهجير قسري. السؤال هنا، ما خطورة اقتصار يعني قدرة الأمم المتحدة ووكالة الأنروا على التصريحات فقط وعدم استطاعتها إضافة أي شيء ل يعني كبح هذه الكارثة؟ يا صديقي، إذا كان مجلس الأمن الدولي الذي هو الغرفة الأولى للأمم المتحدة، إليها الغرفة الثانية الجمعية العام للأمم المتحدة، إذا كانت الغرفة الأولى لمجلس الأمن الدولي الذي هو مؤتمن على الأمن والسلم العالميين ليس بقادر على الإطلاق أن يفرض تقديم مساعدات إنسانية لشعب يحرق حتى هذه اللحظة بعد مرور 8 يوم، كيف تريد لوكالة إيجنسي
أنشأت عام 1951، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، والنسبة الأكبر من ميزانيتها من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم موظفيها الكبار من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني. كيف يمكن لها أن تكون عنصر ضاغط أو فاعل على دولة الكيان الإسرائيلي المجرم النازي؟ لا يمكن. هذا أمر لا يمكن. طيب استهداف نعم استهداف أبنيتها التحتية ومنشآتها في قطاع غزة، مدارس الأنروا وغيرها من المنشآت، في أي سياق يمكن وضعه؟ للأسف الشديد إسرائيل أخذت ضوء أخضر عالمي من الدول الفاعلة للتدمير والإباد، وقالها نتنياهو، لا قالها صراحة، وأنا لا أضيف إلى كلامه. وكالة الغوث لا تستطيع، لكن كمان يجب أن نكون منصفين وموضوعيين. مباني وكالة الغوث الدولية لها الفضل الكبير وقد يكون الأوحد في إيواء نسبة كبيرة جدا من مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين هجروا قسريا داخل قطاع غزة. ثم أن الجوانب الصحية والغذائية ما تقوم به وكالة الأنروا له أكثر من 70%، وليس هناك للأسف الشديد أي دولة عربية أو إسلامية أو إفريقية أو غيرها تستطيع أن تقدم للأسف الشديد ما قدمت وكالة الغوث. هذه حقيقة، حقيقة المتحدث إليك عاش في غزة ويعرف الأمور هناك، قدمت الكثير من الأنروا، لكن الأنروا لا يمكن بعد أن أخذت إسرائيل الضوء الأخضر من أمريكا، أمريكا تتحكم في العالم أخي الكريم، تتحكم الأمم المتحدة في غرفتين، أمريكا هي التي تستخدم الفيتو للقضاء على تطلعات الشعوب في الاستقلال والحرية والعيش الآمن. لا يمكن لوكالة الغوث أن تعمل شيئا يعني ذا بال في هذا الموضوع الذي سألتني فيه. نعم، يعني حتى لاحظنا هذه الانتقادات التي وجهتها إسرائيل لأنطونيو غوتيريش بعد انتقاده لما تفعله إسرائيل من جرائم في قطاع غزة. عميد عبد الله، يعني هذه أو هذا مجرى المعارك في قطاع غزة الآن نلاحظ أنه في تصاعد، حتى أن يعني مضادات طيران على ما أعتقد صاروخ سام دخل على خط المواجهة. ما تأثير دخول مثل هذا السلاح عسكريا على مجريات المعركة على أرض الواقع؟ دخلت العناصر المقاومة؟ نعم طبعا، يعني الآن موضوع اشتداد المعارك في الواقع، طبعا يعني ذكروا المستشارين وضباط الاستخبارات الإسرائيلية بأنهم الآن يصارعون ويقارعون أشد أنواع القتال وبراوت المعركة في يوم قتال متوسط الشدة. في الواقع طبعا يعني القوات الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية هي قادرة بالتأكيد على التعامل مع الطيران بواسطة الممطار وغير ذلك، لكن يعني هي لا تريد أن تستخدم هذا النوع، لأن هذا النوع طبعا أثناء العمليات القتالية طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء غزة، ويريد أن يحدد من أين هي مصادر النيران. حتى هذه اللحظة كما ذكرنا قبل قليل قوات الاستطلاع والاستخبارات لم تستطيع أن تحدد مصادر النيران، حتى لو حددتها يعني جدلا هم سريعين مناورة وسريعين التحرك وسريعين انتقال. نعم هذا بالنسبة لمستوى الأفراد، ولكن أيضا نتحدث عن صواريخ تصل إلى تل أبيب وتصل إلى أماكن غلاف قطاع غزة. يعني طبعا يعني المنطقة عندما توجد بالتأكيد ستقوم بتحييد كثير من سلاح الجو، يعني سواء طيران الاستطلاع أو الطيران المنقض، طيران الحرب الذي يقوم بقصف المشافي ويقوم بقصف المساكن والمنازل وغير ذلك، طبعا هذا سيغير كثيرا من تأثير الطيران على هذه يعني البنى التحتية. لكن لنكون عسكريين يعني أو لنكون صادقين في تحليلنا، لن يكون له تأثير كبير. لماذا؟
لأن الإسرائيليين طبعاً يعني يستطيعون الرمي بواسطة مدفعية وواسطة الصواريخ، راجمات الصواريخ والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها. طيب طيب يعني، ولكن يعني هذه النقطة لربما هي معنوية أكثر منها عسكرية، وهي أن للآن اليوم 83 لدى المقاومة أسلحة لم تظهرها بعد. نعم بالتأكيد، هذه يعني هذه قوة المقاومة بالمباغتة في هذه الأنواع من السلاح. لا شك يعني لا شك بأن المعركة التي يخوضونها تحتاج إلى كل أنواع الأسلحة. يعني لاحظنا مثلا حماس والقسام وكل الفصائل تستخدم مثلا الآن سلاح الهندسة، سلاح الهندسة، سلاح الطوبوغرافيا، سلاح المشاة، سلاح الدبابات، الكمائن، غير ذلك. يعني هي تضافر كل الجهود. نعم بالتأكيد هذا له دور كبير في يعني الروح المعنوية أكثر مما هو كما تفضلت يعني سيؤثر على سلاح الجو الإسرائيلي. الآن الخوف لدى العناصر، يعني نحن نعرف في معارك سابقة بين العرب وبين إسرائيل وجدنا أن الصهاينة كانوا يربطون الطيار بالسلاسل ضمن مقعده، وهذا ما حدث بالفعل. الآن وكيف إذا حصلت المقاومة على صواريخ سام وأصبحت تستخدمها، سيكون الطيارون طبعا يعني مرتبكون جدا أكثر مما مرتبكون. الآن عنصر رامي دبابة قام بقصف زملائه محتسبا بأنهم هؤلاء من المقاومة وقصفهم، وعنصر أيضا يعني الخوف في ميدان المعركة هذا مهم جدا. وحتى تلك الأنباء التي تحدثت عن جندي يعني استيقظ من كابوس فأصاب زملائه، يعني لربما هذا شيء يشي بالحالة النفسية لدى جيش الاحتلال. هذه نعم هذه الحالة النفسية ليست من فراغ، هذه الحالة النفسية جاءت استنادا للحالة الميدانية. نحن نعرف يعني أثناء بدء المعركة العنصر يعني يكون مرتبك وخائف في المرحلة التحضيرية، عندما يعني تطلق أول طلقة يذهب الخوف، لكن الآن هؤلاء عناصر موجودين ضمن الميدان ضمن مجريات المعركة. من قتل زملائه هو موجود في المعركة، ومن أطلق النار على مبنى وفيه زملائه أيضا هذا نوع من أنواع الارتباك. إذا نحن أمام عدم وجود غرف عمليات قادرة على التنسيق وتنظيم التعاون بين القوات والسيطرة، يعني مقرات القيادة والسيطرة الموجودة في غرف العمليات أثناء المعارك هي مهمتها توجيه هذه القوات، إعادة القوات إلى اتجاه رئيس الهجوم، منع القوات من التشتت على محاور الهجوم أثناء الفتح بترتيب القتال، أعطاها تعليمات. إذا هنا نحن أمام شيء عسكري بحت. يعني الآن هناك طرف، هذا الطرف لم يعد يستطيع أن يسيطر على كل قواته، لم يستطيع أن يسيطر بوساطة الاتصال على قوات. هذه القوات تفوق يعني من حيث العدد ومن حيث يعني السلاح الثقيل، سلاح الكيان الصهيوني دبابات ميركافة التي يعني أقنع القادة الصهاينة عناصرهم بأن هذه الدبابة هي حصنك الحصين دبابة ميركافة. وجدوا بأن الدبابة لم تعد حصن حصين، العناصر يفرون من الدبابة عند إصابتها ويقوم التقاطهم بالقناصات الفلسطينية. هذا أدى إلى ارتباك كبير جدا. لا أريد أن أدخل بموضوع يعني هذا، أنا بالنسبة لموضوع الخوف من المعركة وعلم النفس العسكري هو من اختصاصي أساسا في الدراسة، وقمت أيضا بإعداد أبحاث تشير إلى أن الواقع الميداني هو أكبر عامل مؤثر نفسيا على العناصر وعلى القادة أيضا، وفقدان الثقة بين القادة وبين المرؤوسين هذا شيء كبير جدا في ميدان المعركة. تجد أن مثلا يعني امرأة فلسطينية تخرج من بين الأنقاض وفقدت كل أسرتها، تقول هذه حالة نفسية أيضا وروح معنوية عالية، نحن فداء المقاومة. هذا الموضوع يبعد كثيرا عن نوع من أنواع الاستياء من مثلا المدنيين من المقاومين الموجودين على أرض الميدان، بينما الجانب الإسرائيلي الآخر هو ناقم على وزير الدفاع، ناقم على رئيس الأركان، ناقم على رئيس الوزراء، ناقم على ربما لن يعتد على هذه الأعداد من الخسائر بطبيعة الحال، ناقم على خطة التنفيذ وأسلوب التنفيذ للمعركة على أرض الميدان، ويقول نحن يوميا نخسر أكثر مما نخسره. وتشير الوقائع بأن خطة وقرار نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس الكانو باجتثاث حماس بعد 80 يوم و 83 يوم هي خطة فاشلة وستعود بشيء يعني سلبي على إسرائيل. ربما هذا سيؤدي إلى انهيار إسرائيل، لأن التجمع الإسرائيلي، وهنا أقول التجمع وليس المجتمع،
لأن التجمع الإسرائيلي هو عبارة عن تجمع من كل دول العالم، من أوروبا ومن دول عربية ومن أمريكا ومن كندا ومن غير ذلك. هذا التجمع هو هذا العقد الآن يبدأ بالتحلل والانفراد وهجرة عكسية للإسرائيليين باتجاه موطنهم الأصلي الذين جاءوا منه. نعم، طيب أنتقل إلى الدكتور جاسم. دكتور جاسم، يعني نلاحظ استمرار هذا الفشل العسكري كما تحدث العميد عبد الله، استمرار هذا الفشل العسكري لكيان الاحتلال، ولكن برأيك ومن الناحية السياسية ما هو المخرج السياسي الذي لربما يعني ينزل هذا الكيان من على الشجرة التي حاول الصعود عليها؟ يعني تعلم أنه حكومة نتنياهو في موقف محرج، وهنالك اليوم ضغط كبير على حكومة نتنياهو، يعني والحديث أنه من عوامل يعني أو نتائج طوفاني أقصى أن حكومة نتنياهو راحلة في كل الأحوال سواء اليوم أو غدا، وبالتالي هذه واحدة من النتائج لهذه المعركة. أظن أن الطوفان أربك الداخل الإسرائيلي، اليوم هنالك خلافات كبيرة في ما يسمى مجلس الحرب الإسرائيلي، حتى إلى درجة أنهم فتشوا رئيس الأركان الإسرائيلي ومنعوه من الدخول إلا بعد التفتيش بحجة وجود جهاز تسجيل لدى هذا الرجل. وبالتالي أعتقد أنه تصريح رئيس الموساد السابق يعني هذا اليوم، والذي ذكر فيه اللي هو يوسي كوهين، ذكر فيه أنه إذا أرادت إسرائيل مواصلة حربها في غزة فعليها الاستماع إلى الولايات المتحدة، وهنا يقصد وهو يعني يميل إلى هذا الأمر إلى بناء تحالف عربي لإدارة أمور غزة بعد انتهاء الحرب، وأظن أنهم يحلمون بذلك، لأنه في ذات الوقت يعني في ذات التصريح اليوم ذكر أن حماس تتفوق علينا والأنفاق أكبر مما نتخيل. وعليه تعلم أنه إسرائيل بثت قبل ما يقرب من 20 يوما أنها عازمة على إغراق الأنفاق بالمياه من البحر، لكن يبدو أن هذه الخطة كانت جزء من الوهم الإسرائيلي، وعليه استمر التفوق الفلسطيني، ونحن نتحدث عن 500 كيلومتر داخل قطاع تحت قطاع غزة، والقطاع كله هو 360 كيلومتر مربع. تخيل معي هذا الرقم، مدينة تحت مدينة لربما. طيب هنالك من يقول أن هنالك ثلاث طوابق تحت الأرض، إذن نحن أمام يعني معركة يعني يمكن أن نقول عنها نادرة، ومن لم يتعلم ومن لا يتعلم من المدرسة الفلسطينية في المقاومة عليه أن يراجع يعني نفسه. إذن أظن أن طوفان الأقصى ستدرس أكاديميا في كل العالم. طيب دكتور جاسم، يعني وول ستريت جورنال ذكرت عن مسؤول صهيوني قوله حماس ترفض أو سترفض أي صفقة لا تمنحها النصر، برأيك ما هو شكل هذا النصر الذي سترضاه حماس؟ حماس لا ترضى إلا بالتبادل الكامل للأسرى الفلسطينيين، حماس لا ترضى إلا وهذا الأمر طبعا لا يمكن أن يتحقق بسهولة إلا بالعودة إلى يعني حدود 67، حماس لا تقبل بالتهجير للفلسطينيين. إذن أظن أن هنالك مؤامرة كبيرة تحاك ضد فلسطين، يراد يعني كما يعني يعني لا تتصور أنه ما ذكر من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن والعراق وبعض الدول الأخرى، لا تتصور أنه هذا الأمر هو مجرد يعني فكرة عابرة، هذا مخطط كبير يراد منه القضاء على المقاومة الفلسطينية. إن قضي على يعني المقاومة في غزة سواء من حماس أو بقية الفصائل المتماسكة معها، أنا أعتقد أنه لن تبقى هنالك قضية فلسطينية. لكن والحمد لله نحن أمام شيء مذهل، شيء يعني بعد 80 يوما، أكثر من 83 يوما، والشعب الفلسطيني بالأمس خرج رجل يعني
شيخ كبير جليل يقول بعد أن فقد جميع عائلته قال جميع ما نملك فداء لفلسطين، ويقول يا رب تقبل مني. أي شعب هذا الذي تقاتله إسرائيل؟ شعب يفتخر بالموت، شعب يسارع من أجل الموت، شباب يراكضون من أجل إنقاذ الناس داخل المباني بعد أن تفجر إسرائيل تلك المباني. هنالك شباب اليوم في غزة لا يفكرون كما يفكر الشاب المتراخي والناعم في بقية الدول، شاب قادر ويعني مصر على أن يواجه الكيان الصهيوني، وهذا الأمر حقيقة أعتقد أنه هي النقطة الكبرى للانتصار. أظن بكلمة أخيرة أن الانتصار هو فلسطيني، وأن الدماء هي فلسطينية، وأن النصر القادم والحالي هو فلسطيني. شكرا جزيلا لك. لا يمكن المداودة على كنت دماء فلسطيني. وصلت الفكرة. إذن كنت ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي عبر خدمة زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة الدكتور ماجد الزبيدي، والشكر أيضا للعميد عبد الله الأسعد الباحث والخبير العسكري الذي كان ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا لكم ضيوفنا الأكارم جميعا، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.